أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول شرح خطبه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في التوحيد التي رواها الكليني رضوان الله تعالى عليه في الحديث السابع من باب جوامع التوحيد في الحلقات الماضيه ذكرنا شطرا من هذه الخطبه المباركه حديثنا اليوم يبدا من هذا المقطع من هذه الخطبه حيث يقول عليه السلام ذل من تجبر غيره وصغر من تكبر دونه وتواضعت الاشياء لعظمته وانقادت لسلطانه وعزته وكلت عن ادراكه طروف العيون وقصرت دون بلوغ صفته اوهام الخلائق الاول الأول قبل كل شيء ولا قبل له، والآخر بعد كل شيء ولا بعد له. إلى آخر الخطبة المباركة. هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يبين بعض أوصاف الرب جل وعلا. الله سبحانه وتعالى هو الجبار. وهو المتكبر. وهو العظيم وهو الملك العزيز الاوصاف الخاصه بالله سبحانه وتعالى اذا واحد من الناس يريد ان يشارك في تلك الاوصاف زعما منه بانه يتمكن من ذلك وهذا يحصل للجبابرة والسلاطين المتكبرين. لأنهم حينما يرون انقياد الناس لهم ويرون أن إرادتهم نافذة في العباد والبلاد يصابون بالبطر وبالتكبر. فالصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى يريدون أن يتصفوا بها. لكن يحصل لهم عكس المطلوب هو يتجبر لكن الله سبحانه وتعالى يذله هو يتكبر لكن الله سبحانه وتعالى يبتليه بالصغار تصغر نفسه ويصغر قدره يريد ان يتعاظم لكنه محكوم باراده الرب سبحانه وتعالى يريد أن ينفذ إرادته في كل شيء لكنه محكوم بإرادة الرب عز وعلا إذا على الإنسان أن لا يتعدى حده إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه أن لا يعرض أن لا ينسى أن لا يبطر وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه لكن اذا يصيب الشر ذاك الوقت فذو دعاء دعاء عريض. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الانسان لازم يفكر في هذه النقطة ان نعمة القدرة والملك والسلطنة التي الله سبحانه وتعالى اعطاه اياها. قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فالانسان كلما انعم الله عليه نعمه ينبغي ان يتواضع لله اكثر لان الله انعم عليه اكثر لكن غالبا النفس تخدع الانسان الشيطان يخدع الانسان إذا أنت صرت ثري والناس احتاجوا إليك إلى ثروتك فجاءك الفقراء يستعطونك جاءك أصحاب المشاريع يطلبون منك المساهمة في تلك المشاريع احترمك الناس اعلم أن ذلك بسبب فضل من الله سبحانه وتعالى عليك فأد حق مالك إذا عليك زكاة أو عليك خمس أو عليك حقوق أخرى من الحقوق الواجبة من حقوق الله أو من حقوق الناس، أدها وهذا شكر عملي للنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك. وازددت تواضعا لا أن تتكبر لا أن تقابل الناس بحالة سيئة تنهره تؤذيه تسبه كلا لا تفعل كذلك ذلك لانه اداء نعمه شكر نعمه الرب سبحانه وتعالى هو بالتواضع هو بالتحلي بالاخلاق هو بان تعرف ان هذه نعمه من الله قارون قال انما اوتيته على علم عندي لأن بعض المؤمنين ماذا قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين لا يكون فرحك سبب لبطرك قال انما اوتيته على علم عندي نسى الناس اللي كانوا قبله الله سبحانه وتعالى هم خسف به وبداره الارض اذا انت الله سبحانه وتعالى رزقك العلم سواء في العلوم الدينيه او العلوم الدنيويه أنت صرت فقيه أو صرت طبيب أو صرت مهندس أو صرت مخترع. اعلم أن ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله هو الذي أعطاك هذا العلم. هيأ لك الوسائل السمع والأبصار والأفئدة والقابلية والذكاء مثلا والظروف المناسبة. فأنت راح درست وحصلت شيء من العلم هذا كله بفضل من الله سبحانه وتعالى زين الآن صرت عالم في مجال ديني أو في مجال دنيوي تواضع للناس أكثر أنشر علمك زكاة العلمي نشره كما في الحديث الشريف اعمل بهذا العلم لا تتكبر على الناس لا تترفع عليهم تواضع لهم وهكذا صائر النعم التي الله سبحانه وتعالى أنعم على أي إنسان عليه أن يؤدي شكر تلك النعمة لا أنه يريد أن يعارض الرب سبحانه وتعالى كما روي أن نمرود أراد أن يقتل الرب مثلا حسب زعمه فرمى بسهم باتجاه السماء في قصة مفصلة الامام عليه الصلاه والسلام يقول: ذل من تجبر غيره يعني حال كونه غير الله سبحانه وتعالى. الجبار هو الله هذه صفه خاصه بالله لا يحق لغير الله ان يتجبر في الارض وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الجبروت خاص لله سبحانه وتعالى التجبر بمعنى اكراه الناس على ما يريد هذا هو التجبر الله سبحانه وتعالى اكره الناس على ما يريد في ارادته التكوينيه نعم اعطاهم الخيار في ارادته التشريعيه يعني نحن في امورنا التكوينيه مكرهون لكن في الامور التشريعيه انت تقدر تصلي لو ما تصلي تقدر تصوم لو ما تصوم تقدر تطيع الرب او تقدر تعصيه لكن في الامور التكوينيه انت محكوم بقوانين الكون لان الله سبحانه وتعالى اجبر الخلق على ارادته التكوينيه فهو الجبار اما انه واحد حاكم يجي يجبر الناس على ما يريد هذا الدكتاتور لا يحق لك ذلك لا يحق له ذلك ومن تجبر الله سبحانه وتعالى يذلّه وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم في الدنيا يذلّه وفي الآخرة أما في الآخرة فبالعذاب وأما في الدنيا فنحن شاهدنا كثير من المتجبرين والمتكبرين الله سبحانه وتعالى أذلهم في حياتهم سنوات حكم بالحديد والنار لكن كان مصير السجن أو التشريد أو الإعدام ولو انه مات وهو حاكم متجبر الله يذله في هذه الدنيا بالذكر السيء يلعنه الناس عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها فاذا احنا اي متجبر اي متكبر اي سلطان جائر دكتاتور شاهدنا ان الله اذله في حياته في الدنيا او اذا مات وفلت من العقاب الدنيوي لكن السمعه السيئه ولعن الناس والتاريخ لحقه لحقه هو وذريته واما عذاب الاخره والذل في الاخره فحدث ولا حرج ذل من تكبر غيره هذا غير حال يعني حال كونه غير الله سبحانه وتعالى لان الجبار هو الله سبحانه وتعالى وصغر من تكبر دونه التكبر صفه خاصه بالله الاستعلاء على المخلوقين ان يعتبر نفسه اكبر منهم فيستعلي عليهم هذا خاص بالله لان علوه ذاتي وهذه الصفه الله خصها بنفسه اما المخلوقات حتى اذا مخلوق افضل من مخلوق لا يحق له ان يتكبر عليه يعني الرسول محمد صلى الله عليه واله وهو افضل الخلق اجمعين ما كان يتكبر على احد ولو هو اعلى منهم قطعا لان الله خلقه افضل الخلق وهو يعلم بانه افضل منهم لكن ما كان يتكبر عليهم لان التكبر صفه خاصه بالله سبحانه وتعالى التكبر ردائي فمن نازعني ردائي اذللته كما في الحديث القدسي. وصغر من تكبر دونه. الله عز وجل في القران يذكر ابليس. ابليس حينما تكبر على ادم، الله سبحانه وتعالى نزل من قدره. قال: فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اراد ان يتكبر الله سبحانه وتعالى جعله من الصاغرين هو بتكبر اراد ان يرفع نفسه لكن الله سبحانه وتعالى اذله وهو ذليل الان رغم ان الله امهله لكنه ذليل وفي الاخره هو في العذاب وصغر من تكبر دونه فالتكبر صفه خاصه بالله سبحانه وتعالى وتواضعت الاشياء لعظمته. الله هو العظيم، المخلوقات تواضعت له، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى مسيطر عليها، لا تتمكن هذه الاشياء من ان تخرج من قدره الله سبحانه وتعالى. الله في القرآن يقول: ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال جميع الاشياء خاضعه لله هنا ولله يسجد ليس المراد السجود التشريعي الذي نحن نفعله في صلواتنا كثير من الناس لا يسجدون يعصون الله سبحانه وتعالى الاشياء ليس سجودها كهكذا سجود وانما المراد بالسجود في هذه الايه الخضوع ولله يسجد يعني يخضع ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها يعني أنت الآن محكوم بإرادة الله سواء شئت أم أبيت يعني إذا واحد يريد يقول أنه أيها الناس أنا ما أريد أكون محكوم بالجاذبية هل يتمكن من أن يخرج من قانون الجاذبية كلا إذا واحد يريد يقول يا أيها الناس أنا ما أريد أكون جسم بعدم ارادته يخرج عن كونه جسما؟ كلا. لا يخرج عن القوانين التكوينيه التي جعلها الله سبحانه وتعالى. هو مجبور عليها فهذا هو الخضوع التكويني لله. السماوات والارض والكواكب والنجوم والاشجار والاحجار والناس وما الى ذلك خاضعه تكوينا لله. نعم السجود التشريعي بعض الناس يسجدون وهم المؤمنون وبعض الناس لا يسجدون وتواضعت الاشياء لعظمته وانقادت لسلطانه وعزته الاشياء منقاده لسلطنه الله سبحانه وتعالى هل يمكن للانسان ان يخرج من سلطنه الله؟ الان في الحكومات اذا واحد في حكومه يخاف من الحاكم، الحاكم دكتاتور مستبد يهرب من هذه السلطنة من هذا البلد إلى بلد آخر فيخرج من سلطنته ولا تصل يد ذلك الحاكم الظالم إليه كما أن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فر من مصر وصل إلى مدين حينما وصل إلى مدين شعيب قال له أنت آمن هنا أنا هذه المدينة خارجة عن سلطنة فرعون ولكن الإنسان يمكن أن يخرج عن سلطنة الله سبحانه وتعالى كلا كل الكون مخلوق لله ولا يوجد إله آخر لكي الإنسان يهرب من هذا الإله إلى ذلك الإله ولا يمكن الفرار من حكومتك وانقادت الأشياء لسلطانه وعزته العزة هي المنعة الله سبحانه وتعالى هو العزيز يمكن أن تخرج من حكومته من عزة الله سبحانه وتعالى كلا. هذا ذكر بعض اوصاف الرب سبحانه وتعالى. ثم الامام عليه الصلاه والسلام ينتقل ينتقل الى مقطع اخر. ذكر مجموعه اخرى من الصفات. وكلت عن ادراكه طروف العيون. العين تطرف. انت اذا تنتظر ان ترى شيئا، افرض عندك ضيف. هذا الضيف ما اجا صار وقت الضيافه وهذا لم يات. ماذا تفعل؟ تذهب الى باب الدار تنظر خارج الباب خارج الدار تنظر الطريق عسى ولعل ترى الضيف اسرع حتى يطمئن قلبك. ولو هي دقائق او لحظات يعني اذا رايت الضيف من بعيد الى ان يصل الى باب الدار قد لا يستغرق مثلا بضع ثواني او بضع دقائق لكن لماذا الانسان يذهب؟ لكي يطمئن اسرع هذه كم ثانيه اسرع هذه الكم دقيقه اسرع توجب اطمئنان لقلبه اسرع لذلك يذهب الى باب الدار منتظرا. وكلت عن ادراكه طروف العيون فالعين تطرف لان الانسان عندما ينظر الى الطريق تطرف العين كلما تطرف 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 كلت تصاب بالتعب الإنسان عادة طرف العين لا يصاب من جهته بالكلل لأن هذه حركة جدا بسيطة ولو أن العين حينما الإنسان هو مستيقظ منائم باليوم والليلة ألوف المرات تطرف كل ثان كل كم ثانية مرة العين تطرف لسبب طبي يذكرونه بس لعله من الاسباب الطبيه هو انه الرطوبه هذه بسبب طرف العين تنتشر في ظاهر العين او لجهات اخرى مذكور في علم الطب وتشريح الاعضاء. الانسان اذا انتظر وانتظر وانتظر فتره طويله جدا يعبر عنه بكلة عينه او كل طرفه. هذا اشاره الى انه امر مستحيل كلما تنتظر العين لكي ترى الرب لا تتمكن، لماذا؟ لانه لا تدركه الابصار. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، ليس في مكان وجهه، ليس يصيبه النور وهذا النور يرجع لكي نراه والعياذ بالله، مستحيل. في هذا الحديث في بدايه الخطبه امير المؤمنين ذكر ان الله سبحانه وتعالى لا يرى. وفي هذا القسم ايضا الامام يذكر انه لا يرى وبينهما فرق مره من زاويه ان الله لعلوه الذاتي لا يرى لانه عالي ذاتا هذا في اول الخطبه في هذا المقطع من الخطبه بيان قصور الانسان الانسان قاصر عن ان يتمكن من رؤيه الرب سبحانه وتعالى فعندما انت تعجز عن رؤيه شيء مره من جهه ذلك الشيء نبحث مرة من جهتك نبحث الله لا يرى من جهة الرب لأنه عالي متعالي ليس بجسم ليس في جهة مرة نبحثه من طرف الإنسان أن عين الإنسان ليست لها قابلية أن ترى غير الأجسام وكلت عن إدراكه طروف العيون وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق أنت كلما حركت وهمك هذا الوهم يريد يوصل إلى حقيقة ذات الله لا يتمكن لأنه الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء حتى الوهم يقيس إلى ذلك الشيء الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يصل الإنسان بحقيقة ذاته وقصرت دون بلوغ صفته يعني قبل الوصول إلى حقيقة الصفة اوهام الخلائق. نحن نعلم بان الله عالم قادر حي وهكذا سائر الصفات. لكن حقيقة القدرة شنو هي؟ حقيقة العلم شنو هو؟ حقيقة الحياة ما هي؟ لا ندرك الحقيقة. المقدار الذي ندركه ان الله ليس بعاجز. ان الله ليس بميت. ان الله سبحانه وتعالى ليس بجاهل. ان الله ليس بمعدوم. هذا المقدار ندركه لكن حقيقة وجود الرب، حقيقة هذه الصفات مجهولة لنا. لماذا؟ لقصورنا ولعلوه الذاتي. وقد ذكرنا هذا الكلام مفصلا في حلقات ماضية. ثم بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: "الأول قبل كل شيء، ولا قبل له". يعني حينما لم يكن شيء كان الله. سبحانه وتعالى. كان الله ولم يكن معه شيء كما في الحديث الشريف ثم اوجد الاشياء زين كان الله هل له قبل؟ يعني لم يكن ثم كان؟ كلا لا قبل له لان وجوده ليست له بدايه لانه لو كان للوجود بدايه يحتاج الى من يوجده لاستحاله وجود الشيء بدون عله الشيء اللي مو موجود يوجد صدفة. هذا محال فالشيء الذي لم يكن موجودا، ثم كان لابد له من علة الرب عز وجل ليس له بداية بمعنى أنه لم يكن ثم كان لأنه إذا لم يكن ثم كان لا بد له من موجد. من صانع من خالق. فلا يكون هو الخالق، هو الصانع. قد ننتقل إلى ذلك الصانع وذلك الخالق أنه كيف صار خالق؟ لكن حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى قديم لا بداية له، ينتهي السؤال كما ذكرنا فيما مضى مفصلا. حينما تقول هو الأول، بمعنى أنه كان ولم يكن معه شيء، ثم أوجد الأشياء. وبمعنى أنه ليس مسبوقاً بالعدم، لا بداية له. وبذلك يبطل ما يقوله بعض الفلاسفه بالنسبه الى الاشياء بانها قديمه زمانا بمعنى ان الله هو الخالق لكن من الازل خالقها دائما كانت موجوده ولم تنفك لان العله لا تنفك عن المعلول وهذا خطا فظيع فيه محاذير كثيره عقليه وشرعيه وسبب الوقوع في الخطأ أنه تصوروا أن الله عله بالمعنى الفلسفي مع أن الله سبحانه وتعالى صانع بالاختيار لا أنه عله بالمعنى الفلسفي العله لا تنفك عن المعلول لكن الفاعل بالاختيار ينفك عن معلوله الأول قبل كل شيء ولا قبل له يعني أوليته ليست بمعنى بداية الوجود من زمان أو من لحظه أو من وقت لا لا قبل له يعني هو القديم لا بداية له والآخر بعد كل شيء ولا بعد له الله سبحانه وتعالى يفني الأشياء كلها قبل يوم القيامة لمن الملك كل يوم لله الواحد القهار كل شيء هالك إلا وجهه وحتى في يوم القيامة حينما الله سبحانه وتعالى يعيد الأشياء والناس للحساب واهل الجنه خالدون في الجنه واهل النار خالدون في النار الله هو الاخر بمعنى ان خلود اولئك بإراده من الله سبحانه وتعالى فهو الاخر وهم استمرار وجودهم بإراده من الله والاخر بعد كل شيء ولا بعد له الظاهر على كل شيء بالقهر له الظهور في اللغه من معانيه الغلبه كما قال سبحانه وتعالى ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه ان يظهروا عليكم يعني يغلبوا عليكم الله سبحانه وتعالى الغالب على كل الاشياء لا شيء يغلب الرب يعني هل يمكن وهل يعقل ان اراده المخلوق تغلب اراده الرب؟ كلا. اراده الرب غالبه على كل شيء. اذا تشوف العاصي هم يعصي لان الله سبحانه وتعالى اراد له ان يكون مختارا. فهنا اراده الرب هي الحاكمه لان الله اراده ان يكون مختارا. فهل هناك شيء يغلب الرب؟ كلا. الظاهر على كل شيء بالقهر له، يعني الله قهر الاشياء لان الله قهار قهره بارادته التكوينيه، نعم اعطاه مجال في مجال الاراده التشريعيه لان الله سبحانه وتعالى لننظر كيف تعملون اراد للانسان ان يكون مختارا في جزء من اعماله وكلفه في ذلك الجزء، لان التكليف لا ينسجم مع الاجبار، المجبور غير مكلف، لا يمكن تكليفه عقلا. يعني يفرض واحد ده يسقط من شاهق لا يمكن له لا يمكن لك ان تقول له لا ترتطم بالارض لانه مو باختياره ولكن واحد جالس هنا يمكن لك ان تقول له لا تقم او لا تقعد مثلا يمكن لك ان تامره ان تامره بما يتمكن من فعله الله سبحانه وتعالى اقدر الانسان على بعض الاعمال واعطاه الاختيار وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني الله شاء أن تكون مختارا، لذلك أنت تقدر تستعمل مشيئتك، تطيع أو تعصي مثلا، نطيع أو نعصي، لأن الله شاء أن نكون مختارين، فلذا الظاهر على كل شيء بالقهر له، والمشاهد لجميع الأماكن بلا انتقال إليها، الله بصير. يعني عالم بالمبصرات لكن إحنا علمنا بالمبصرات أولا محدود مدى بصرنا إلى حدود يعني الإنسان ببصره إذا البصر يكون عادي مثلا يرى مقدار مثلا كيلومترات ويرتبط أيضا بحجم ذلك الشيء الذي يرى إذا جبل يمكن أنت من 100 كيلومتر من 100 100 كيلومتر من بعد تراها وإذا نملة من أمتار يمكن لا تراها فبصر الإنسان إلى حدود بعض الحيوانات بصرها أقوى من بصر الإنسان ولكن أيضا لها حدود وإذا الإنسان أراد أن يرى مكانا يجب أن يلتفت إلى ذلك المكان يعني الآن أنا أراكم أنتم أمامي لكن إذا أردت أن أرى خلفي يجب ان انقل راسي الى الخلف، احرك راسي حتى ارى الخلف، فاذا رايت الخلف لا اراكم. لماذا؟ لاننا اجسام محدودون. محكومون بالحدود التي تتحكم فيها. الله سبحانه وتعالى عالم بجميع المبصرات، بصير، لكن هذا ليس بمعنى انه ينتقل من مكان الى مكان ليرى الاشياء. بل هو سبحانه وتعالى محيط بكل الوجود علما وقدرة بل هو عالم بالمعدومات أيضا وعلمه ليس له حدود المشاهد يعني البصير لجميع الأماكن بلا انتقال إليها وقد ذكرنا فيما مضى أن البصر في الله البصير في الله بمعنى علمه بالمبصرات لا أن له جارحة كما يزعم المجسمة فيرى بهذه الجارحة كلا بل المقصود انه عالم بجميع ما يرى وعالم بجميع ما يسمع في السميع وهو عالم بجميع الامور سواء موجوده او معدومه فهذا مقطع من مقاطع هذه الخطبه المباركه ونترك بقيه المقاطع الى حلقات قادمه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. oh